سيداتي آنساتي سادتي، يا سعدكم يا هناكم لما تشوفوا فقرات الحلقة دي. من أول فقرة لآخر فقرة مش هتقدروا تحوشوا نفسكم من الضحك والبهجة. أيها السادة، إليكم حلقة جديدة ما حصلتش من الكاميرا الخفية. وانت قاعد تتعشى في امان الله لوحدك في مطعم وكافي خيرك شرك، وفجأة لقيت كل شوية مية بتترش عليك، ولقيت واحد قدامك بياكل برتقانة وكل ما يحط ايده في البرتقانة تيجي عليك مية، تعمل ايه وتتصرف ازاي؟ والحقيقة ان المية مش من البرتقانة، هي من الخاتم اللي لابسه اسماعيل في صباعه. اهو انا هوريكوا الخاتم وحريكوا ازاي بيرش مية. نجيب المية اهي، وده ده الخاتم، ده الخاتم، ونملى فيه انبوبة تتملي مية اهو. حط الخاتم جوه الانبوبة كده اهو، ويتلبس كده اهو. ايوه يضيق بس شوية كده اهو، اهو وترش ميه كده. اهو اسماعيل عمل كده اهو، نشوف بقى الراجل هيعمل ايه. وي مرات دلوقتي. حاجة في الأكل ولا إيه؟ نعم؟ حاجة في الأكل؟ لا. طب ما تاكلوش ليه؟ ما انت قلت في مية بتجي لي. فندم؟ انت قلت في مية بتجي لي. انت مش لاحظتها يا محمد؟ جت مية مرة على إيدي مرة على إيدي. معلوم فضح هذا الصباية هذه كلها. الله. جيت لك تاع انا واحد انت تشربي حاجه تشربي حاجه حاجه لا عصير برتقال ولا حاجه بجد والله حاجه تشرب ايه انا معايا راح تشربي سيد اثنين عصير برتقال عصير برتقال مش كده نعم عصير برتقان اي حاجه طب بس بقى حد هنا ايوه طب هذا لا ثاني
البطالة بتبخ علينا. انا اسف معلش غصب عني معلش استاذ اسف. Thank you.
في حاجة؟ نعم؟ في حاجة؟ لا لا. الرشاشات شغالة. اتفضل حضرتك. الفرطمان بتاعك هو اللي عمل فيك يا فندم؟ انا اسف. لا انا اسف يا ابني. اسف. شفت عيني. شفت عيني طرف الفرطمان. Thank you.
إسماعيل مسك علبة صغيرة ووقف وسط الشارع وقال للناس إنه بيشتغل في السيرك وبيدرب. قال إيه؟ قال بيدرب براغيد. وقال للناس وهو واقف إن في برغوتين اسمهم مامي وسيكو نطوا من العلبة ومش لاقيهم، وطلب من الناس إنهم يندهوا معاه على البراغيد مامي وسيكو. نشوف. السلام عليكم. أهلا، خير إن شاء الله، ربنا بعتك من السماء. أصلا لسه نازل حالا بالتاكسي هنا دلوقتي، وبعدين أنا بشتغل في السيرك بالليل. عارف أنت السيرك يعني نصر بلوت، ففي أنا عارف أنت لاعب العرايس دي اللي بيلعبوا العرايس، أنا بلعب براغيد بالليل في السيرك، ففي برغوتين وقعوا منه هنا، واحد اسمه مامي والتانية اسمها سيكو. فممكن بس تدور تنده معايا هم ينطوا في العلبة عشان أمشي ألحق أروح شغلي أنا عشان اتأخرت. الله يخليك. مامي، أنت قول مامي وأنا أقول سيكو. مامي؟ آه بس بصوت عالي. مامي؟ مامي. سيكو؟ مامي. سيكو؟ مامي سيكو. ايوه قول مامي سيكو. هي قول مامي سيكو. اوب اوه ازعل مامي سيكو. علي صوتك مامي سيكو. اوب ده مامي. مامي الحمد لله لقيتها. اصل هم عارفين العلبه طبعا، انت عارف بالليل بقالنا 4 سنين بدربهم، فعارفين العلبه يعني، فاول ما يسمع الاسم يجي على طول. مامي سيكو. سيكو بس. سيكو 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 سيكو. زي ما بقول انا قول انت ورايا. سيكو 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 سيكو. لا زي ما بقول بالظبط. سيكو 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 سيكو. تعال هنا كده. سيكو سيكو سيكو. قول له اطلع يا سيكو. اطلع سيكو. سيك 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 سيكو سيكو سيك 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 سيكو سيك سيك سيكو. اطلع يا سيكو. ها سيكو سيك سيكو. اوبا قوم الاثنين اخيرا نروح نشتغل بقى. شكرا جزيلا. بعد اذنك بس تساعدني عند العربيه هنا لو سمحت، احسن. انا قصدي بشتغل في السيرك، وفي عارف اللي بيلعبوا العرايس بالليل دول في السيرك القومي، انا بلعب براغيث بالليل، ففي اثنين وقعوا مني ورا العجل هنا، مرغوث اسمه مامي والتاني اسمه سيكو، فممكن تنده معايا بس انت قول مامي وانا اقول سيكو. نعم بقى ده ثواني. بص مامي مامي تعال انت 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 على سيكو وانا انت على مامي، هو ينط في العلبه على طول. مامي مامي هيك بس ساعدني في النديه بس من مكانك هنا عشان هو عند العجله دي. هيك قول سيكو بس. مامي سيكو. لا كده مش هيسمع، صوت حضرتك واطي. علي بس. مامي سيكو. مامي سيكو. لا الصوت بس، الصوت يسمع، لان هو انت عارف اصلا مربيهم بقالنا 4 سنين بنلعب كل يوم بالليل، فهم عارفين العلبه وعارفين الصوت. طب حضرتك يعني اول ما يسمعوا صوت اسمهم على طول هينطوا في العلبه دي، وزمايلهم جوه هنا في العلبه، فحضرتك بس قول معايا يعني طلع لهم واحد. ما هينط يبقوا ثلاثه يعني، انا ما مصدق اهم الاثنين دول عشان اروح الشغل لان اتاخرت. فيعني حضرتك تنده بس ايه، بس بصوت عالي شويه لو طلعت كده. مامي سيكو. مامي سيكو. ايوه مامي سيكو. مامي خلاص. مامي جت اهي الحمد لله. فاضل سيكو بقى، وطالما هي جت يبقى سيكو جاي على طول، لان هما الاثنين مع بعض على طول. انده بقى سيكو. سيكو. لا علي صوت شويه. سيكو سيكو. سيك 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 سيكو زي ما بقول انا. ها سيك 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 سيكو سيكو. لا زي ما بقول هو على طول كده سيكو. لا ممكن سيك 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 سيكو يقوم ينط هو. اشخط اشخط فيه. طب اشخط فيه. سيكو سيكو. ولا ده سيكو. ها سيكو. لا اشخط زي ما بقول. ولا ده سيكو. ولا ده سيكو. اطلع اطلع هنزل لك بعدين. نزل لك بعدين. تاني سيكو. سيكو. ها قول انت سيكو. قول انت سيكو وانا هقول وراك. سيكو. هو مش واحده ضاعت خلاص. ما هو فاضل سيكو بس اللي يجي دلوقتي بس. انت ساعد وخلاص. ايه ده ساعد عليك ربنا وخلاص. ما عشان ده يبهدلوني في السيرك والشغل، انت عارف الواحد يبقى يعني يا دوب. فانت بس ازعل معايا. سيكو الصوت العالي ده. يلا انزل اطلع بره يا سيكو. ازعل قول اطلع بره يا سيكو. اطلع بره يا سيكو. لا بصوت عالي. سيكو اطلع بره. سيكو ولد. ها ولد ولد اطلع بره. قول رد هو هيطلع. ما هو اصل طالما هي جت هنا مامي جت هنا يبقى سيكو يطلع. فانت قول سيكو اطلع بره يا ولد. ها سيكو. ها اطلع بره يا ولد. اطلع ولد. قول طب هنزل لك.
انا هقول وانت قول ورايا. طب هنزل لك انا. طب هنزل لك. قول سيكو سيكو. اهو ابن الذين. خلاص خلاص شكرا جزيلا. مش عارف عند العجله هنا. عند العجله دي حاجه انا شايفها مشيت كده. بس هو ده انا فكرت انت من عندك لو سمحت النبي. انت 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 اريكه اسمها اريكه. لا 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 بس ايه ايه دي نمله. اه الصور نمله. لا 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 انت قول اريكه. قول قول اريكه. ها اريكه 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 اريكه. قول اريكه برضه. ما لقيتهاش. ايه كانت ورا العجله دي؟ مش عارف سوسكه. انا كنت واخدت بالي منها برضه. ما كنتش واقف خالص يا اخي. اريكه انت ما تاخدش بالك منها. هي لما هتسمع الاسم تبص ايه بتسحب وعارف العلبه مكانها فين. لان هي متمرنه بقالنا 4 سنين بمرنها بلعبها بالليل في السيرك. فهي عارفه هتروح نطه مع بعدين. هي مع سوسكه على طول ما يبعدوش عن بعض ابدا يعني. بس انت قول اريكه اريكه اريكه. قول يا محمود معانا. اريكه قول يا محمود. اريكه اريكه اريكه. قول اريكه اريكه اري اريكه اري اريكه اري اريكه اريكه اري اريكه أريك أريك. اللي جاي ده بقى الأستاذ اللي هتشوفوه دلوقت. قلت أنا لازم أقدمه بنفسي. الأستاذ ده هو الوحيد اللي على مدى الحلقات كلها اللي وقع في موقف الكاميرا الخفية مرتين في يوم واحد في فقرتين مختلفتين تماما. مرة مع إسماعيل وجبر وهو بيحكم بينهم مين أشيك واحد فيهم، والأستاذ روح ورجع وصادوه تاني في الموقف التاني وقعد يدور مع إسماعيل على البراغيت. إيه رأيكم نشوفوا الفقرتين اللي وقع فيهم ورا بعض؟ حسب ثقافة المدير نفسه إيش اللي بهمه إيه اللي بهمه. آه ماشي. يعني اللي أنا أول ما رحت امتحان مثلا بعلاقة عمال كنت أمسك مطلوب مطلوب بشكل فعال. يعني كده انا اغير احسن برضه. لو لبست طب لبس هو ممكن اللبس عادي ما تعمل هالحركات هذه. اهو انا كده اهو لبس عادي خلاص. شكرا. طيب شكرا. صحيح معي كاميرا التلفزيون برنامج اسمه الكاميرا الخفيه. اهلا بيك معنا في البرنامج. ينط عشان بقى اشتغل في السيرك بالليل. اشتغل في السيرك. عرفت تجيب الوحده؟ لا لازم حاجه تنده معايا. بعد يعني هم ينطوا في العلبه هنا. هم انا بشتغل في السيرك عارف حاجه بيلعبوا العرايس. انا بلعب براغيت بالليل. فلو حاجه تنده معايا من هنا هم ممكن ينطوا في العلبه على طول. يعني كانوا 4 وقعوا مني في 2 دهتهم الحمد لله طلعوا. بس لازم حد ينده معايا على سيكو ومامي عشان هم مع بعض. قلب كلب. لا ازاي فاهم. لا بس حاجه اقول سيكو. يعني حاجه اقول سيكو وانا اقول مامي. مامي حاجه اقول سيكو عشان لا هو اصل تحت العجله دي. لا هنا. لا لا فين؟ طب وحاجة مامي؟ سيكو؟ لا 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 هو ما يطلعش يظهرش كده. حاجة بس تقول هتلاقيه ورا العجلة بيبقى مستخبي. بس حاجة تقول مامي. اطلع يا مامي. لا حاجة انده مامي. مامي سيكو يعني معايا بقى حضرتك عشان الاثنين يطلعوا مامي مع... سيكو ها؟ مامي سيكو اهو سيكو قش بلا اتخيل سيكو جه انده بحك على مامي لو سمحت. مامي طيب مامي. لا بس بصوت عالي ما هو كده هو مامي. مامي اطلع ولا ايوه اطلع عاد مامي. ايوه فين. لا 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 قول حاجه مامي. لا ده ذبابه دي. قول حاجه مامي. مامي قول حاجه مامي. ممكن تعمل عنه اعلان. اعلان ايه؟ اعلان هو هيك مش هتلاقيه. لا هو هي هنا هيجي العلبه. هو يعرف العلبه بتاعته اللي بيتدرب عليها كل يوم يعني. هيقول مامي بس بصوت عالي. مامي لا لا عشان بقى له 4 سنين بيتدرب معايا. بيتدرب من 4 سنين. بنلعبهم في السيرك القمي. حاجه اشرفني بيه. حاجه اقول مامي بس. مامي
مامي مش سامع من بنده عليه. لا حاول تقول هو ممكن يسمع. اطلع يا مامي. اطلع مامي. محيك قرب له شويه ممكن. محيك تعاون بس معايا يعني. لا لا بس حك قول له مامي بس. ما في سيكو ديكت فينا بقى. مامي اطلع يا مامي. اطلع يا مامي. اطلع ولا ولد يا مامي. اشخط فيه اشخط فيه. اطلع يا مامي خرب بيت امك ولا اطلع. اطلع يا مامي. طب شوف حالك معايا. كاميرا التلفزيون تاني. أيها السادة، منى عيني ومنى قلبي، تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة. سيداتي آنساتي سادتي، إلى أن نلتقي معا في حلقة جديدة من الكاميرا الخفية، أتمنى لكم أرق وأطيب الأمنيات.